بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب جي تي ايه ودلوقتي يلا بينا نبدأ. ها حلو الفيديو ده او لا؟ ايوه ده حلو طبعا. ها انا اسمي بارت مان، انا خارق اقوى من بات. اي غدروف يعني مان. بس انا النهاردة عندي مشكلة صغيرة، انا محتاجة الاقي البارت موبيل بتاعتي او احاول الاقي بارت موبيل، لان انا ما عنديش اصلا. انا عايز اشتري او الاقي واحدة زي باتمان عنده البات موبيل. ايوه هتبقى البارت موبيل بتاعتي، انا خارق وبعرف اطير وصور قوتي في شوزي. ايوه شوزي، لا وداني هي سر قوتي. وداني، ايوه وداني هي سر قوتي، من غير وداني مش هيبقى عندي قوة خارقة خالص. ها انا دلوقتي هحاول ادور على البارت موبيل. ده بيت الجدي بيدي. بارت موبيل، انا مش مصدق انا لقيت البارت موبيل. بارت موبيل، انا مش مصدق اني لقيتك. لحظة واحدة، دي عربي جولف. لا انا كنت عايز بارت موبيل، انا كنت عايز طيب دي اول محاولة، مش لازم انجح من اول محاولة، ممكن انجح من محاولة تانية مش مشكلة. يعني انا لو سقطت في الامتحان ممكن انجح المرة التانية، او لو اتعورت واوا ممكن تخف المرة التانية، او لو قوتي الخارقة راحت، بمعنى اصح وداني راحت. لا لا بلاش افكر في الحاجات الوحشة الشديدة. بقولك ايه، ينفع العربية بتاعتك عشان خاطر دي مش ماريو كارت موبيل. ما علينا، دي مش البارت موبيل بتاعتي، هي حلوة وسريعة بس هي مش بتاعتي، فيا دوب هعرف اسوقها، المفاتيح مش معايا. لا المفاتيح اهي في العربية. طيب انا غيرت رأيي، انا مش عايز البارت موبيل، دي مش بارت موبيل اصلا، انا عايز بارت موبيل. ايه ده عالم امريكا، احنا في عالم توم وجيري. معيش بارت موبيل. طيب هنا ده ممكن محل العربيات. يوه محل العربيات قافل، مش هلاقي بارت موبيل. طيب هلاقي فين؟ حاول ادور تاني، يمكن اعرف الاقي عربية من المرة التالتة. طير، مش عايز اتخبط في المباني، اليوم ده مش هيبقى اسوء من كده. ماشي، انا اظن دي ممكن تبقى البارت موبيل. فين البارت موبيل؟ حضرتك مش هنا، صدقني قصدي صدقني مش هنا، ما كنتش عارف ان انا سبت ابدا، صدقوني. بارت موبيل، دي مش البارت موبيل، فين البارت موبيل؟ البارت موبيل، بص اقول لك البارت موبيل فين. انا الجي بي اس، البارت موبيل قصدي البارت موبيل هتلاقيها بعد 60 متر. 60 متر. انا هطفي الجي بي اس. شمال ويمين. البارت اللي هي مش بارت اصلا، بارت موبيل وقعت بتاعته في الميه. بحط مظبوط الطرق على يوم. عايز اتنفس، انا بتنفس. فين البارت؟ ايه ده انا سمعت صوت بورس، حد فيكم يا جماعه سمع صوت بورس ولا لويت؟ انا بخوف من البراس، انا بخاف من البراس. حرام عليكم بتضحكوا عليا ليه؟ هي دي منظر ناس بتضحك اصلا ولا بتندب؟ احنا بنتجنن. طيب انا اظن ان انا هروح عند يا اصحابي. سؤال النهارده بس من فضلكم ما تغشوش، هل انتوا تعرفوا احنا هنروح فين؟ عند توم وجيري، السيده شراب، السيده برنيتا، ولا السيده شوز، ولا بوم وتشيري؟ ابقوا معنا. لا
اظن هو ده بيت توم وجيري. انا قلت انت غششتنا. ايوه يا توم شوطه حلوه. ايوه يلا يلا ضرب الشوط يلا. ايه سيبنا في حالنا. ايه انا وجيري بنلعب بينج بونج. اسمها نيا جيري. لا نيان يا نيا نيان نيا نيان نيا. لا بينج بونج. ليه سموها بينج بونج؟ عشان خبطه خبطه وبيعملوا زي ما يكون اسم بينج بونج. لا اسمها نيان نيا. يا جماعه بقى من فضلكم اسمعوا مشكلتي. اسمها اسم البينج بونج مشكلتي. اسمعوا المشكلتي. مشكله. بس اتفضل خلصنا وقول لنا مشكلتك. عشان انت لسه ضربني. طيب مش عارف صدقني. انا عايزه الاقي البارت موبيل. ايه الكارت موبيل؟ البارت موبيل. على اسمك. فاكر نفسك هتبقى زي باتمان؟ انا بارتمان وعايزه الاقي البارت موبيل بتاعتي. بقولك ايه يا توم، تعالى نروح نوديه في اي حته عشان نجيب له اي حاجه. ايوه انتوا بتقولوا ايه؟ بنقول ان احنا هنساعدك ما تقلقش. شكرا. مش يعني في اللي احنا هنعمله. بص يلا بان يا اخ وهوريك اللي انا هجيبه لك عشان البارت موبيل بتاعك. ماشي يلا تعالى. ايوه هنا فتحت في حاجه رائعه. ني حلو الالبوم الجديد اللي انا الفته وانا مش ملاحظ. انا هكتب البوم ني ني هات الجديد. ني 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 طيب خد الجيت سكي حلو ده، ينفع في الميه وينفع تطير بيه وتقع وتعمل حادثه وتموت. لا ده مش جيت سكي. ايه الجيت سكي ده؟ ده بارت جيت بارت سكي. انا بارت موبيل السكي. انا قلت عايز بارت موبيل بس مش بارت موبيل السكي. جربها. مش بريحاني. بحبش الميه بحبش الميه. ما تخافش من الغابة. ايه ده البوم جديد. ما تخافش من الغابة. ما تخافش من الغابة. لا البومي الاحلى يا توم اللي هو اجي الاغنية بلاش بلاش. توم بطني وجعاني بطني وجعاني يا اصحابي. انا عندي سؤال، ايه اغنيتكم المفضله من جيري من الجداد؟ ما تقولوش بطني وجعاني، يعني غير بطني وجعاني. يا لهوي ده كان هيقع عليا. عشان كلكم هتقولوا بطني وجعاني. كفايه بقى كلام عن البومات جيري السخيفه دي. ماي بيلي هيرتس مي. ماي بيلي هيرتس مي. ما ما يلا اتكلم معايا. تام انت فين؟ انا مش عارف انا فين. تام انت فين؟ صدقني انا مش عارف. دي ايه ده؟ تام انت في المية؟ دي مش البارت موبيل بتاعتي. روح هاتولي بارت موبيل. حاضر. خلاص يا تام. زي ما انت قلت مش من اول مرة. تام هنضطر نروح خبير العربي. خبير البطوطو. صح خبير العربي. يا صحابي انا اتفق معاكم اتفاق، احنا هنخلي اسئله النهارده مش اسئله النهارده، اسئله جي تي اي بس، يعني في فيديوهات جي تي اي بس هي اللي هنعمل فيها اسئله، لكن باقي الفيديوهات العاديه مش هنعمل فيها جي تي اي اسئله. وروبلوكس كمان، روبلوكس وجي تي اي يعني الجيمز المشهوره
هي اللي هنعمل فيها اسكيت. اوكي يلا نركب يلا نرجع تاني يعني يلا نركب يلا نركب الطيارة الكروم. لا اسمها نيعفلاج. ماشي نيعفلاج مع ان فلاج اصلا يعني عالم مش طيارة. هلي كروم هلي كرومبرر هلي كومبر. انا كنت بقول هلي كرومبرر عشان تبقى زي الكروم. لا اسمها نيعفلاج. ايه العلاقة معرفش بس اسميها نيعكوبتر. هل اصحابي عارفين اصحابي عالم جي تي اي هو عبارة عن خلفية جبنة عليها وجه جري فاتح بقه وبيضحك. كانت الاغنية بتاعتي ايه؟ اذا بتبدا لا ما كانتش كده ما كانتش كده كانت اسمها ايه؟ هتفتكرها لما تشوف الفيديو. افتكرت اذا بتبدا ما اسمهاش نين 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 ثانيه فاكر لا بس ما تكشفنيش يا مبكر تمام ما تكشفنيش بقى كنت فظيعة بجد وانت كنت ماشي. احنا هنقابل هنا خبير العربيات هو توم. بقولك ايه انا ديلي مكوي كويس عشان اقابل خبير. ايوه صدق. طيب متجلجل بتجيبنا كويس. ايوه طيب وهو الخبير تايك. انت فاكر نفسك ايه؟ انا مش تايك انا سبايك. ايه ده انت مالك بتتكلم بالطريقه دي؟ بس بقى انا مش عايز صداع من الاول كده. انت وقت فين يا سبايك؟ انت انا فوق انا تحت. بس بقى عايزين نحل المشكله. ما تقولش ان يعني انا كان بيتخانق معاك. خلي بالك عشان يضربك. فاكر الخناقه بتاعت امبارح؟ هنكملها النهارده زي ما قلت الساعة 5. مش وقته مش وقته. لا يا سبايك نفسك ايه؟ يا سبايك مش وقته. احنا عندنا مشكلة. مش مهم المشكلة دلوقتي، المهم الحرب. لا بص انت شايف نفسك؟ انت عندك كرش كبير، كرش مرفوع لفوق. لا دي عضلات. المشكلة انا ما عايز اشتري بارت موبيل. انا عندي فكرة، احنا هنروح عند باتمان ونسرقها ونحط لوجو. انا عايز بارت موبيل مش بات موبيل. لا احنا نسرق عربية باتمان. انا عندي فكرة احنا نروح لأسطول العربيات ماشي وهو يختار ويشوف البارت موبيل المناسبة ليه. فكرتك وحشة. انا فكرتي ان احنا نروح عند أسطول العربيات وهو يختار. يا سلام. علشان بصوت مسرسع، علشان كده عمرها ما هتنفع بالصوت المسرسع. ان شاء الله. انا حاسس اني عايزه ابقى نيا لكني مش نيا في النيا. ما انت نيا هو انت عمال نيا. لا ما كنتش بقول كده، انا كنت بقول نيا 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 نيا. خلص يلا بقى هنشوف هو لما الصوت زي ما يكون عايز احارب توم. ماشي احنا يلا بينا. انت ما كل ايه ده اسطول العربيات قريب جدا. افتكرت ان احنا هنختار عربيه ونروح. احنا المفروض هنخلي احنا كلنا هنجرب عربيات وهو يشوف حلوه ولا لا علشان يختار. يلا اختار اي حاجه ولو ما عجبتكش حاجه ما تاخدش. انا مش هختار، انا خايف منك عشان انت عمال اختار والا هبهدلك. صدقني لو ما اخترتش. حاضر ماشي. انا ممكن اجرب دي، يمكن دي تطلع البارت موبيل بتاعتي. ما كلهم لما بتسوقهم زي بعض. لا انت لا تشوف لا بس لا الشكل. لا 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 مش دي البارت موبيل. صدقني هي البات موبيل. كنا نسرقها ونحط عليها اللوجو بتاعك
اسمها بارت، انا عايزها بارت الاصليه. يعني لازم اوفيشال باي ماتيل ولا لا اوفيشال باي بارت؟ انا عايز بارت موبي. ما تخلينيش اعيط. ولا اوفيشال باي كارتون نتورك ولا ايه بالظبط؟ انت عايز حاجه اوفيشال؟ بس عشان انا بسوق عربيه ممكن دلوقتي هرسك. انت عمرك ما تقدر تهرسني. طيب هنعمل ايه بقى يا تشيب؟ ناكل جبنه. انا كنت عايزه العب بينكي بونك بس ما عرفتش. بصراحه انا هقول حاجه انا عمري ما قلتها، انا نفسي اكل جبنه. ايه تن تن تريرين؟ ايه طب انت كنت مخبي عليا طول الوقت ده ليه؟ مش بخبي عليك ولا حاجة، أنا من بسبب كل اللون الأصفر اللي عمال أشوفه عمال أفتكر الجبنة وبس، فقلت أجربها ليه لا. بس مش هتعمل بس مسلسل. بص أنا بكلمك دلوقتي عن طريق الجي بي اس، أقصد التليفون في العربية. بص عارف الكرسي اللي جنبك صح؟ أيوة. هتلاقي فيه سوش ده، افتحها هتلاقي جبن كتير. اه خلاص عرفتها، افتح دوقها بقى. ايه ده؟ جبنه. ايه جبنه؟ جبنه. يا ازيك يا نيا؟ ايش يا لهوي يا لهوي انت صوتك بقى زيي. ايوه انت كل انا نسيت دي الجبنه اللي بتحافظ على صوت يا نيا انت الاصلي. عشان انا عارف انا صوتي الاصلي ايه؟ ايه ايه ازيك؟ عامل ايه؟ عشان كده باكل الجبنه عشان تعمل. بص رجعها رجعها بسرعه رجعها. من فتح بقي لوقت طويل حاسس اني كنت عايزه. ماشي يلا جرب العربيه دي. جربها هجربها دلوقتي وبوريك انها احسن عربيه. بص بص منظرها، بص بص اصلا بتتحرك ببطء ازاي، بص 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 بتقدر تنط ازاي وتتشقلب وتقع بالشقلوب وتنفجر ومش هيحصل خير. بص حياتك هتنتهي. ايوه بص تقدر تنط كده عامل الجبال وتنتهي فعلا. وبص بص بص خلاص. ايه ده؟ ايه بص بص ايه ده؟ طيب انا هجرب، عايزه اجرب له عربيه. صراحه اقول لك ليه كان نفسي اكل جبنه. ليه؟ زهقت من صوتي، كان نفسي اتفاعل معاك كويس من غير ما اتعصب او اي حاجه. ليه؟ نفسي اتفاعل معاك. طيب بص اجرب. طيب العربيه دي سباي. بص بس عشان خاطر ما تفضلش تقول بوش بوش. اسفيني يا صاحبي بجد. يلا خلص عفينك. عاش وحش قوي انا عارف. عشان خاطري بقى انا عايزه الاقي عربيه. مش عارف ليه ضحكنا في الحقيقه. طيب انا هجرب لك العربيه دي يا بارتمان سيمسون. دلوقتي انت كل عظمة علشان تفضل تقول بوس. استنى انا هختار العربية دي. انا انا اظن دي البارت موبيل. بوس استنى جميل قوي. انا هرجع الجبنة اللي انا اكلتها. بوس بوس شايف بوس 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 بوس. لا انا هاكل جبنتي. بوس 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 العربية دي حلوة ازاي. بوس 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 العربية دي حلوة ازاي. بوس بتنط ازاي. يا لهوي يا لهوي يعني نهاية. بوس فيها جبنة ازاي. بوس محشية جبنة ازاي. بوس العجل بيفرع ازاي. يا لهوي يعني 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 هاتي الحقوني. ايوه ماشي. ده الاغنيه بدات يا اغاني. ين 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 ده الاغنيه خلصت. ماشي هي قررت على انهي بارت موبيل فيهم بالظبط؟ كلهم رائعين. بص
كلهم يقدروا يخلوا حياتك تنتهي. انا طيب اروح اختار عشان انا تعبت من نوبه بصراحه، وانتم مش عارفين تختاروا لي حاجه عادله. بص علشان تعرف انت حياتك قريب جدا هتبقى جدا. دي البارت موبيل، انا مش قادر اصدق انا لقيت البارت موبيل دي زي بتاع باتمان بالظبط. انت اخترت يا ناس الحقوني، دي البارت موبيل بجد، انا مش مصدق. انت اخترت من اقدم العربيات في كل العالم، يعني كان قدامك كل عربيات العالم. اسكت بس انت، اخترت دي. اسكت بس، دي هي بارت موبيل الاصليه، هي دي ماي بارت موبيل اي فاوند. مكتوب من ورا تي اظن ذا ترو بارت موبيل. لا دي بارت موبيل، ذا بارت موبيل. لا بارت موبيل. انت اخترت تي؟ ايوه عشان ده اكتر حرف مدلوط في الكلمه، بارت منطوق في الكلمه. بارت 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 مالي بتفتف مالي بتفتف مالي بتفتف وانا بقولها. شكرا يا جماعه ساعدتوني، او انا اللي ساعدت نفسي بمعنى صح، بس برضو شكرا لكم. ايه العفو، الحمد لله ان احنا خلصنا منك. طب ايه اللي بيحصل لي؟ لا 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 اهدى. ماشي حاجه هترجع طبيعي. ايوه عارف ده مجرد مفعول الجبنه. ايوه مفعول جبنه عشوائي كده. اخيرا خلصت. لا ما تكسرش البارت موبيل. العربيه دي وحشه. سيب البارت موبيل. بقول لك ايه، صدقني التانيين علشان خاطري احنا خلصنا من موال. وابص رجليك، صدقني التانيين حلوين. بص قول لهم يخلوك تتشقلب. بص دي مش هتخلي حياتك تنتهي. عشان بص عشان خاطري خليها. لا يا طب ما تكسرهاش، احنا كده هيبقى عندنا مشكله تاني. اختار ما تكسرنيش. على فكرة خبير العربيات، ليه اخترتك؟ ليه انا اخترتك؟ أيوة احنا عندنا اكبر انواع العربيات في التاريخ. معنينا دلوقتي حان وقته. يعني يا هاتي يا ربي يكون الفيديو عجبكم. انتوا خلاص بقيتوا يعني هاتنا، ما تنسوش بوت وشير. لا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد من فيديوهاتنا.